محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربي إن عظم الذنوب داني والمدرس الأشعري في الحقائق التي نأملها إضافة وقيمة مضافة، وكلنا غاية امتنان لحضور ثلة من أهل الذكر والدراية بأمور العقيدة والدين ممن يجلسون مجلس العارفين. الثقافة الوطنية، الثقافة طلعة من أرض الجهاد والعلم والوطنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممن نذر حياته لخدمة الوطن. الذي أريد أن أشير إليه في هذه الكلمة هو الإمامة، الإمامة الأعظم. أرحب بال كل الإعلاميين شباب الحاضرين والإعلاميات طبعا، وأرجو أن المجتمع يحتاج إلينا، ونحن نشكو من هذه الأصوات الشاذة، لكن نقول نحن نشكو، نحن من؟ إذن لازم نرجع إلى أن نحدد من نحن. فما كان متوافقا مع وجودنا، مع أثرنا، مع عقائدنا، ما كان متناسبا مع ما وصل إلينا من سلفنا الصالح، فهو هذا هو نحن. فمن قال نحن ولا يتبع هذا الطريق، فمن قال نحن وهو يريد أن يشق العصا، فمن قال نحن وهو يريد أننا لسنا نحن، إذن هذا لا ينبغي أن يعني أن نستمع إليه. ومن يساعدنا على رد كلامه وعلى رد ادعاءاته يساعدنا طبعا الإعلام. الإعلام نحن نشكو من هذا التمزق الذي يريد أن يخترق الوجود الثقافي الذي تكون في إطاره أو تكون في إطاره المجتمع الجزائري، تكون في إطار ثقافي. نرجع تحبوا القدماء، نرجع للقدماء، تحبوا للمحدثين نرجع إلى الأمير عبد القادر، نرجع إلى كتاب الكتاب المحدثين، نرجع إلى سيدي عبد الرحمن الثعالبي، نرجع إلى نرجع للمحدثين، نرجع للشيخ بالكبير، نرجع إلى الشيخ باي بالعالم، نرجع إلى الشيخ محمد طاهر آية علجة المجاهد، نرجع لهؤلاء. هذا هو نحن. من قال نحن وهو يريد أن يفصلنا عنهم ويردنا إلى 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 هيئات أو إلى ذوات أخرى، نقول له أنت لا تدخل في تحت مسمى نحن. هذا مكان نظن كما هكا لابد أن نكون صراحة مع أنفسنا ومع من يخاطبنا. إحنا كنا بدينا أولا في عين دفلة، ورسمنا ملتقى سنوي حول المذهب المالكي، هذا اللي كي نثبت ما كنا نتحدث عنه، كي نثبت هذا نحن. من نحن؟ نحن مالكيون، لا في الأصول وفي كذا، نحن مالكيون. ثم ظهر لنا لما عملنا كانت تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، ظهر لنا أن نبرز هذه الشخصية، شخصية الشيخ محمد العربي التباني، لأنه كان في وسط منشقين عن مذهب السنة إذا شئت، ولكنه كان يدافع عن مذهب السنة، وكان يدافع عن الأشعرية بصفتها هي الممثلة للمذهب السنة، لأن إما عندك شيعة وإلى سنة وإلى خوارج إباضية. عندنا الإباضيين الحمد لله يعني فكرهم واضح، من أراد أن يتبعه فليتبعه، ومن أراد أن لا يتبعه فلا يتبعه، لكنه لا يريد أن نفرض عليك رأيه. عمر ما جاب مصابي وقال لك صلي كما أنا، شفت كيفاش؟ هو قال لك أنت، أنا وياك مواطنين في موطن واحد، أنت لك
طريقتك في العبادة وأنا عندي طريقة في العبادة، وكل منا يقبله الله سبحانه وتعالى خلاص. لكن ليش يقول لك دير كيما أنا ولا ما راكش على صواب؟ هذا هو اللي حبينا كما عملنا في عين الدفلة في توضيح المذهب المالكي، حبينا هنا تكون برج بعريش. وفي الحقيقة الجو، الجو الاجتماعي والجو الثقافي والكرم اللي وجدناها عند المتعاملين خاصة اقتصاديا في 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 برج بعريش هو اللي جعلنا نفضل، لأن احنا ذقنا المرة الأولى، درنا الاجتماع الأول، بعد شفنا القبول قلنا والله هذا الأرض خصبة لي يعني لزرع هذا العلم، ليس فقط للبرايجية وإنما لكل شمال أفريقيا وحتى للساحل، لأن هذه العقيدة مشتركة، يعني تروح موريتانيا السنغال كل هذه الدول الأخيرة حتى النيجر ليبيا مصر وانتهى كلها هذه يعني أشعارية. والشيخ الأشعارية كما قلنا ودافع عنها هو الشيخ محمد عربي الثباني، وإحنا لما نشرنا في إطار المجلس في إطار اللي كما كنت أنا في وزارة الشؤون الدينية نشرنا كتبه، حبينا نواصل وصفنا أن هذه الأرض خصبة يعني بأهلها ومسؤوليها ورجالها لكي تكون يعني متوازنة.